مساء الخير، يا رب يوم سعيد عليكم جميعا. هنبدأ حلقة اليوم بأخبار منتخب مصر. منتخب مصر هيلعب بكرة إن شاء الله الساعة 6 أمام تونس بالتيشيرت الأحمر، وده يخلينا نتفائل. عارفين بقى لبس لهم أحمر بيخافوا منه، ده حقيقي دايما اللون ده بيخوف أي حد، فإن شاء الله يكون فال خير على منتخب مصر. إن شاء الله المباراة هيديرها طاقم تحكيم إيراني بقيادة الحكم علي رضا أفغاني، كل التوفيق للطاقم التحكيمي. طيب عايزه اتكلم في ازمه التذاكر او ازمه الجماهير اللي حصلت. تم طرح الازمه من اكتر من يومين ثلاثه، ان اتحاد تونس كان بيناشد ان يكون التذاكر بتتباع 50-50، يعني 50% للمنتخب التونسي و 50% لجماهير تونس و 50% جماهير منتخب مصر. طيب والفيفا رد عليه بان دي حاجه غير مطروحه وغير وارده، لان ده ما فيش قوانين تنص على كده، التكتس مطروحه للجميع واللي عايز يشتري يشتري. ولكن تفاجأ النهارده ان العدد الاكثر من التذاكر تم بيعه لصالح جماهير تونس، وما تبقى الا القليل بعدد بسعر غالي جدا. التكتس اللي كانت باسعار متوسطه او باسعار معقوله كلها راحت لصالح جماهير تونس، وده ان دل يدل على شيء. كان في حرب، وحرب شريفه وشرعيه، علشان بس الناس ما تاخدش الكلام من ناحيه تانية وتعملها فتنه وتعملها حوار. يعني هو الحوار في سكه تانية، مش في سكه اتحاد تونس ولا حاجه ولا جماهير تونس، كلنا اخوات ومفيش اي مشكله خالص. ولكن الحرب لما دارت او لما حصلت الحرب الشريفه الشرعيه، كل واحد بيدافع عن حق جماهيره وحق بلده. هم عندهم اتحاد كرة قوي ورئيس اتحاد كرة قوي جدا وذكي جدا ودار الأزمة بشراسة وعرف يتعامل معها بمنتهى الذكاء. وانت عندك رئيس اتحاد كرة مجاهد وملوش نصيب من اسمه أبدا، هو مجاهد بس هو مش مجاهد خالص، يعني خالص هو مش مجاهد في أي حاجة. هو مش فالح بس غير في العزومات والقعدة في الأوتيل وناكل ونشرب ونروح بقى ايه بارتيز والدنيا جميلة، وهو ده اللي بيعمله أحمد مجاهد في سفره. لا حل أي أزمة، لا أزمة لصالح جماهير النادي الأهلي أو ليه النادي الأهلي الأزمات بتاعته في كأس العالم. طبعا احنا كلنا عارفين اللي حصل الأيام الماضية، ولا ليه دعوة بأي حاجة، ولا حتى الأزمة بتاعت منتخب بلادك. طب ده اسمه مصر، طب يا سيدي انت ما النادي الأهلي عارفين بيعمل لك حساسية، لكن ده منتخب مصر وجماهير منتخب مصر، فين دورك من الأزمة؟ لا حياة لمن تنادي، لأن هو ده أحمد مجاهد. وبكل أسف يعني إن شاء الله هي خلاص أيامه معدودة، ولكن ده يأخذنا لحاجة تانية مهمة جدا جدا، وهي انتخابات اتحاد الكرة، اللي بصراحة أنا من موقعي هذا أنا مش متفائلة بتاتا. الأسماء مش لطيفة، الأسماء المرشحة على نظام القوائم بصراحة مش مبشرة بالخير جدا. هقول لكم القائمة الأقوى واللي هي يعني داخلة بقوة شديدة جدا والأغلب، وأعتقد إن الكفة بتاعتها أرجح، قائمة جمال علام، قائمة جمال علام وخالد الدرندلي. فيها أسماء مطروحة، فيها محمد بركات، فيها حازم إمام، فيها اللواء حلمي مشهور، فيها عامر حسين، فيها محمد أبو الوفا، طيب فيها سحر عبد الحق. دي أبرز الأسماء الموجودة في قائمة جمال علام. وطبعا إحنا لما بنسمع اسم جمال علام إحنا بقى اللي بيجي لنا حساسية، لأنه محسوب على مين؟ أنتوا عارفين طبعا هو محسوب على مين. في اسم تاني أو في قائمة تانية برضو مفروض أنها بتنافس ولكن أقل قوة، هي قائمة حسن فريد. أعتقد الكفة والسكة رايحة لي جمال علام. يعني كنا نتمنى أن إحنا نشوف وجوه جديدة كليا وجزئيا، ولكن تحس كده ان انت مع الكورة ومع اتحاد الكورة يبقى الحال على ما هو عليه وما فيش اي جديد يقدم. يعني مش عايز اقول اني متشائمة ومش عايز اخليكم متشائمين، ولكن ده اللي باين، الجواب بيبان من ايه؟ من عنوانه. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل على محمود طاهر او المهندس محمود طاهر، محمود طاهر انسحب بسبب ان هو كان عنده فكر معين وقائمة معينة وفي أجندة كده معينة عايز ينفذها، عنده حاجة في دماغه وتم معارضتها بشدة، فبالتالي هو قرر الانسحاب. ده بالنسبة لموضوع محمود طاهر. نيجي لموضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع محمود متولي وغياب محمود متولي مش أقل من شهر، وأنا الناس بتقول كده وكل الصحفيين الإخوة الأفاضل بيقولوا كده، وأنا بقول لكم مش أقل من شهر، شهر ونص على ما يرجع محمود متولي عن تمزق في العضلة الأمامية. طيب نادي الاهلي مفيش اي تصريحات منه ان هو يستغنى عن اللاعب،
ولا هيتخلى عنه بالوقت الحالي. ودلوقتي الناس قاعده عماله بتتكلم في مين جاب محمود متولي، دي صفقه مضروبه. طب لا، عايزين نرجع كده بالزمن بقى قد 15 سنه، تعالوا نروح نشوف مين جاب محمود متولي. وانا بقول لكم ان ده كلام فاضي ملوش اي 30 لازمه، لا هيقدم ولا هياخر. احنا يعني في النتائج انا دايما ما اقعدش ادور على حاجات عدت وفاتت، خلاص احنا دلوقتي عندنا حاجه حصلت عايزين نعالجها. من وجهه نظري انا، ده مش خبر، ده وجهه نظر، انا شايفه ان كفايه كده. مع كامل تعاطفي مع محمود متولي واحترامي للعب وحبي الشديد ليه، على فكره وانا من اكتر الناس بتحب محمود متولي، وشايفه ان هو كان هي يعني بعودته كان هيبقى فيه تدعيم قوي جدا جدا للمركز ده، ولكن يبقى الحقيقه المهمه اللي قدام عينينا اللي احنا شايفينها، ان محمود متولي ما بيرجعش. محمود متولي اشترك لمده دقائق وهوب جات له اصابه ثانيه. طيب فايه الحل دلوقتي؟ في عدم حديث عن الانتقالات او صفقات يناير. طيب وده وجهة نظر موسيماني، وانا شايفه ان وجهة نظره صحيحه جدا وسليمه. الراجل قال لك انا هتكلم في صفقات دلوقتي ولا هتكلم في تجديد عقد دلوقتي، انا عايز اركز في مباراه السوبر. وده كلام يحترم جدا جدا، وجهة نظر سليمه وانا اؤيدها بشده. طيب ده بالنسبه لموضوع متولي وموسيماني. خلونا نتكلم عن موضوع تاني مهم جدا، موضوع مرتضى منصور ورسائل مرتضى منصور لبعض الاعلاميين او بعض الناس واللي بيتكلموا يعني على مرتضى منصور ورسالته لكابتن بيبو. بس خلينا قبل ما نتكلم عن مرتضى منصور اسال سؤال مهم جدا. محمد صلاح خارج قائمه المرشحين لفريق العام المعلنه من رابطه اللاعبين المحترفين الدوليه فيف برو، وسوف يتم الاعلان عن الفريق في حفل ذا بيست. طيب مين هم المرشحين؟ بنزيما، هالاند، ليفاندوفسكي، لوكاكو، مبابي، وميسي، ورونالدو. دي الاسماء المرشحه. طيب من وجهه نظرك كمشجع مصري لكرة القدم وكمشجع أهلاوي، وأنا عندي يقين إن معظم أو يعني كل مشجعي الكرة في مصر الأهلاوية ناس يعني عندهم فكر عالي وشاربين كورة، يعني شاربين كورة بمعنى الكلمة، هل أنتوا فعلا شايفين إن محمد صلاح مظلوم في كل الترشيحات اللي هي يعني إحنا بنبقى منتظرين أو متوقعين إن إحنا نشوف اسم محمد صلاح بقوة نظرا للأداء الرائع الموسم كله؟ طيب بنلاقي محمد صلاح مهمش. طيب الجائزه دي يعني بتبقى بترشيح من رابطه اللاعبين المحترفين مش تصويت جماهيري. طيب يعني انتوا شايفين ان استبعاد محمد صلاح او انه ما يكونش موجود حتى في وسط الاسماء، هل ده فير ولا هل ده يعني في عداله طيب في الموضوع، ولا فعلا في شويه ضغائن كده والناس زي ما بتتكلم لا اصل هم بيتعمدوا اصل منبوز اصل فانتوا شايفين كده ولا لا؟ يا ريت نتناقش مع بعض في الكومنتس في موضوع محمد صلاح، ونتكلم عن موضوع مرتضى منصور. شفنا بيان من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور بيقول فيه تعيين مدحت عبد الهادي مدرب عام وامير عزمي مجاهد مدرب مساعد ضمن الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكره القدم. مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون ويوفر له كل سبل النجاح. ننتظر حضور كل اللاعبين الناشئين الذين رحلوا خلال الفترة السابقة يوم الجمعة المقبل لإبرام عقود لهم وإعارتهم عن طريق النادي. يعني بعد طبعا ما حصل فضايح بمعنى الكلمة امبارح على كل السوشيال ميديا، الشباب اللي اتسرحت ما يتقالش عليها الا كده، مش هقول ان الناس دي يعني احترموهم حتى او مشوهم بشكل لائق، لا ده سرحوهم وكل واحد طلع واتكلم. جاي دلوقتي بيقول لك يجوا يوم الجمعه واحنا هنعمل عقود وهنعمل يعني لاحياء ماء الوجه. طبعا تشكيل لجنه للتحقيق في رحيل اللاعبين الناشئين، هيعمل لجنه علشان يحقق في اللي حصل. وطبعا الكلام ده زي ما قلت لكم ان ده اللي يدل على ايه؟ مرتضى منصور يعني لعبه انتخابات بالاخير، دي لعبه انتخابات، عايزين نثبت ان اللجنه اللي كانت موجوده برئاسه حسين لبيب فاشلين وفاسدين وهنطلع فضايحكم، في حين ان هو نفسه الشخص اللي بيتكلم ده عليه قضايا. انا لو عملت حلقات سلسله حلقات كده يوميه بحكي فيها عن مرتضى منصور وشركاه مش هتخلص، وقعد سنه كامله وما فيش اي تحقيق معاه. فوالله العظيم ان لم تستحي فافعل ما شئت. ده بالنسبه للبيان بتاع نادي الزمالك. التصريح الثاني اللي هختم بيه حلقه اليوم، وهو موجه للاعلاميين وموجه لناس اعتقد من ضمنهم انا، لان هو الراجل بيتكلم بيقول للسيد محمود الخطيب من فضلك ما
فضلك انا متخيل والله، انا شايفاه قدامي يعني، انا هو مكتوب بس انا بالنسبه لي شايفه شكله قدامي وسامعه صوته وطريقته وصباعه. طيب في عندك 7 أو 8 أولاد عاملين حاجات تلفزيونيه بيشتموا في النادي الاهلي وفيا، هو بيتكلم عن الناس اللي عاملين حاجات، اولاد ما يسموا بالاولاد اعتقد يعني، احنا يعني ممكن اكون انا من ضمن الاولاد عشان انا بعمل حلقات بس الحمد لله مش تلفزيونيه، يبقى مش انا يعني، ممكن يكون هو بيقصد كل الايه السوشيال ميديا يعني، سواء بقى تلفزيون او على اليوتيوب. طيب فبيقول عندك 7 8 أولاد عاملين حاجات تلفزيونيه بيشتموا في النادي وفيا وفي مجلس الاداره، من فضلك لمهم، احنا مدينا ايدينا عشان نبدا صفحه جديده، محدش ضغط علينا نبدا من جديد، الا وطني وبلدي. ورقصني يا جدع، ده تصريح مرتضى منصور او رساله مرتضى منصور لكابتن بيبو او كابتن محمود الخطيب. وانا مش عارفه ليه شفت الرساله دي، بفاكرين زمان اللي هو زكريا زكريا كان الله يرحمه، مش فاكره اسمه ايه، نصر كده، كان بيعمل حلقات كده كوميديه او مش عارفه دي كانت ايه بالظبط يعني، حاجه كده من اللي هي المقالب يعني، كاميرا خفيه. فعارفين الزام حدودك يا رجل، انت عارفين الحلقه دي معلقه معايا جدا على الرغم ان انا مش فاكره اي حاجه، بس انا تصورت المشهد بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. فانا عايز اقول ان الحمد لله من فضل الله احنا مش ولاد، سواء الكلام موجه لينا ليا انا من ضمنهم او لزمايلي واخواتي الكبار اللي انا بتشرف ان انا بسمعهم وبتفرج عليهم، فالحمد لله احنا مش ولاد، احنا ما بنغلطش في حد وما بنشتمش حد، احنا بنتكلم بالدلائل. مفيش كلمه بتطلع في احد البرامج بتاعه الناس الاهلاويه الا وفي عليها بروف، احنا بنتكلم بالدليل بالمستندات، ما بنطلعش نالف ونختلق قصص من دماغنا يا سيد مرتضى منصور. دي كانت موضوعاتي اليوم وحلقتي، يعني بطلب منكم يا ريت كل الاهلاويه، مش معروف عنكم ان انتوا بخلاء، يا ريت تدعمونا باللايك. ثانك يو.